باش انا نوضح الصورة لجميع الانصار المولودية. نعم. الاشخاص اللي انتقلوا الى مقر الفريق ما جاوش باش يتسالوا على وضعية الفريق، جاوا يتسالوا على وضعية شخص واحد اللي هو وما دبيهم اللي هو المدير التقني اللي نهينا المهام تاعو، وما نضلش نخوض في هذا المجال. احنا هذا قرار سيد، قرار اداري. نعم. مصير مدرب او تقني في الفريق يقدر يجي تقني ويقدر يمشي تقني ويجي واحد اخر، هذه ما هيش امور يعني لا.